زين بعدين شنو قل لكم هنا بأنه ال عفوا أكو هنا أكو فرق بين السيتوتوكسيك دراج أي سيتوتوكسيك دراج عادي وبين البرو دراج مالتي هذا اللي حنطيه أنا. اللي إذا انطيت أي سيتوتوكسيك دراج عادي بدون هذا الانتيبادي انزيم كومبلكس فإذا زيدت كل ما زيدت الجرعة راح يروح يأثر لي على النورمال سيلز، يعني هو إذا انطيت بجرعة عادية سيتوتوكسيك دراج مالتي فراح يأثر لي فقط على تومر سيل، أما إذا انطيت بجرعة عالية راح يأثر لي على باقي النورمال سيلز، لكن على عكس ما هو موجود هنا، هنا البرو دراج إذا انطيته حتى لو بتركيز عالي ال 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 التأثير ما حيظل محصور داخل التومر سيل. ليش؟ بسبب السيتوليتيك عفوا الكاتاليتيك اكتيفيتي اوف ذا انزيم كومبلكس. الانزيم كومبلكس مالته عنده كاتاليتيك اكتيفيتي. شو قصده كاتاليتيك اكتيفيتي؟ يعني كل 100 موليكول من الانزيم تسوي لي اكتيفيشن ل 100 موليكول من البروجرام مالتي، تمام؟ كل يعني هنا كل 100 هو هذا الكاتاليتيك اكتيفيتي مالته، كل 100 موليكول من الانزيم مالتي راح يسوي اكتيفيشن 100 موليكول من الدراج مالتي، تمام؟ وهو طبعا يمتاز بالريجنريشن، يعني يرجع ينطلق 100 موليكول 100 موليكول انزيم يسوي اكتيفيشن لل 100 موليكول 10000 100 موليكول دراج مالتي، تمام؟ وهكذا. فلهذا ايش قد ما انطي جرعه ايش قد ما راح يبقى داخل التومر سيل هو، تمام؟ فيعني هذا بيرفكت يقتل الخلايا السرطانية بين قوسين. مثال هذا سي جي اس هو ابرو دراج سيلكتيفيتد باي بكتيريال كاربوكسي بيبتيدايز انزيم، وقلنا بانه ادفانتج او اي دي بي انزيم انه شنو فرق الانتي اهم من هذا الفرق الثاني اللي هو انتي بودي فرق الانتي بودي دراج كونجيجيت عن الانتي بودي انزيم كومبلكس، انه الانتي بودي انزيم كومبلكس هذا عنده كاتاليتيك اكتيفيتي راح يقدر جنريتنج ا لارج نمبر اوف اكتيف دراج، وهاي حتى تخترق لي التومر سيل. حتى التومر سيل حتى اذا التومر سيل ما عنده انتي بودي ما كان اصلا عنده انتي بودي، انا اصلا انطيت انتي بودي انزيم كومبلكس، تمام؟ فقلت لكم انه مو شرط كل الدراج مات يوصل، انا اريد الدراج مات يوصل للسنتر من التومر سيل، مو شرط كل الدواء يوصل للسنتر، قد يوصل للبريفرال تومر سيلز، تمام؟ اكو قسم من عنده حيطلع انباوند اصلا، يعني يطلع خارج الجسم، تمام؟